خليني اقرب من الصوره بشكل اكبر، اروح لزميلنا العزيز المميز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي. يا شريف مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا زميل امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وعام سعيد عليك كده وعلى كل مشاهدينا، ويا رب باذن الله يكون العام الجديد كله انتصارات، كله بطولات، كله افراح ليك وللمشاهدين وللنادي الاهلي باذن الله. امين امين يا رب العالمين. شريف طمنا على اخبار الفريق واستعداداته لمباراه بكره باذن الله. خليني اقول لك ان التمرين بدا في الخامسه مساء مش الرابعه مساء، لان فايلر وباقي الجهاز كانوا حريصين يتفرجوا على فيديو مجمع لبعض مباريات فريق المقاصة. يمكن ده اللي اخر التمرين حوالي ساعه، ويمكن مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ كان حريص ان النهارده التمرين يكون مغلق لجميع الاعلاميين، فطبعا لازم نحترم قرار مدير الكره. فطبعا النهارده الستائر اللي كانت موجوده حوالين استاد الفيتشي تم غلقها تماما طبعا، فلازم نحترم رؤيه مدير الكره في هذه المرحله الحرجه اللي النادي الاهلي بيعيش فيها، الاصابات طبعا الاصابات كثيره جدا، تولي المباريات حذر منه الدكتور خالد محمود وكل الناس في مصر بتحذر من تولي المباريات، والخاسر الاكبر مش هيكون اي نادي، الخاسر الاكبر هيكون منتخبنا القومي نظرا للاصابات المتتاليه في كل الفرق المصريه مش في النادي الاهلي فقط. خليني اقول لك كمان ورساله مهمه عن طريقك يا زميلي امير، ان الناس الفتره الاخيره بتتكلم ان الدوري خلاص حسم للنادي الاهلي، ان الدوري بقى سهل، ان الدوري بقى ضعيف، كل دوت بيقلل من عزيمه لاعبي النادي الاهلي المقصود منه، ولكن طبعا مدير الكره الكابتن سيد حذر من هذه المقوله اللي بتقال في الاعلام الفتره الاخيره والسوشيال ميديا الفتره الاخيره، قال لهم الدوري لسه بدري عليه جدا، ما نلتفتش لهذه التصريحات اللي القصد منها يعني همدان لاعبي فريق النادي الاهلي، لسه الدوري لم يحسم بعد، ما زالت الكره في ملعب الجميع، يجب على لاعبي النادي الاهلي الفتره المقبله التركيز ومحاوله الفوز في كل اللقاءات المقبله ان شاء الله. يمكن لقاء بكره يحكمه طبعا تحكيمين اتحاد القرآن على منذ قليل، هيكون امين عمر حكما لمباراه بكره، يمكن لسه بقى يعني ما اتضحش طبعا موقف شريف اكرامي، موقف استحات، موقف اجاييه من قائمه المباراه التي ستعلن بعد انتهاء المران، لسه هنستنى اعلان قائمه المباراه عشان نقدر نحكم على يعني نشوف الاصابات وضعها ايه الفتره الاخيره، ولكن للاسف طبعا اجاييه عنده شد في العضله الخلفيه، يمكن الحمد لله اللي ما فيهاش مزق، ويمكن فضل الجهاز على طول في المباراه الاخيره عدم استكمال المباراه عشان خاطر ما يتمداش للاصابه وتوصل للمزق. يمكن شريف اكرامي بيعاني من يمكن اجهاد في عضله السمانه بقاله يومين، والدكتور خالد قال لي المفروض يبقى راحه يومين، الراحه المفروض كان اخر راحه اللي امبارح، النهارده هيبان برضو باذن الله موقفه ايه. الشحات يمكن عنده اجهاد في عضله الضمه يمكن حس بيها في المباراه الاخيره فعانى منها، فالنهارده برضو هنشوف الموقف النهائي ايه. يمكن سعد سمير بطمنك وبطمن كل مشاهدي قناه النادي الاهلي، كان معايا مكالمه ليه امبارح واول امبارح، حالته المعنويه مرتفعه جدا جدا جدا، وهو امبارح يمكن قال لي هيركب النهارده الساعه 10 الصبح طياره متجهه الى المانيا، وبالفعل هو اتجه الى المانيا بكره باذن الله على موعد مع اجراء جراحه الوتر اكيليس، ويمكن نتمنى له السلامه. ويمكن سالت مين الجراح اللي هيعمل لك العمليه، سعد قال انا تواصلت مع طبعا حارس منتخب مصر جنش ان هو لسه كان اصيب هذه الاصابه من فترة بسيطة، وبنسمع كلام كبير على السوشيال ميديا 8 شهور و9 شهور، يا جماعة مفيش الكلام ده خالص، القصة كلها بإذن الله يعمل العملية بكرة، هيقعد 10 أيام في ألمانيا بإذن الله ينزل مصر، وبعد شهر من إجراء العملية هيبدأ موضوع التأهيل، أهم حاجة في العملية طبعا موضوع التأهيل طبعا. لسه سعد ما حسمش هيتأهل في مصر، هيتأهل مع الدكتور الأسباني، لسه سعد ما حسمش كل هذه الأمور مع طبعا مدير الكرة كوف اللي خلص كل الإجراءات اقل من 24 ساعه عشان سعد يقدر يلحق ويسافر المانيا ويعمل العمليه بكره. ولكن انا من المتابعه ومن السؤال لكذا لاعب حصلت الاصابه يمكن واخرها حارس مرمى منتخبنا المصري، يمكن بيستمر حوالي بعد اجراء العمليه 4 شهور ونصف وبينزل التمرين وبيقعد حوالي شهر في التمرين، يعني القصه كلها باذن الله اخرها 5 شهور ونصف ويكون جاهز للمباريات، مفيش 8 شهور ست شهور بالكثير يعني
ده اقصى حاجه، يمكن 5.5 ويعني اقصى حاجه يعني 6 جيت يعني اقصى حاجه. فباذن الله باذن الله سعد باذن الله يكمل ويرجع سعد دمه خفيف، وامبارح بيهرج وخلاص راضي بقضاء الله ومش مشاكل خالص. حتى بدعبه بقول له طب ليه ما رحتش البرتغال تعمل العمليه عند الدكتور اللي عملها، عمل لاحمد فتحي، قال لي ده زمان خلاص بطل الطب بدمه الخفيف وخلاص هيعمل مشروع استثماري. انت عارف سعد دمه خفيف جدا. فيا رب باذن الله ربنا يديه عدي، ربنا يديه عدي بيته ويشفيه طبعا. ان سعد رجوله، سعد يستاهل ان يبقى يعني متواجد مع لاعبي النادي الاهلي، وكل لاعبي النادي الاهلي متعاطف معاه، يمكن الا محمد صلاح ايضا كلمه كان حريص ان هو يكلمه، كله متعاطف معاه سعد سمير. فباذن الله القادم افضل. بتمنى الزميل امير في نهايه المكالمه ان القادم افضل للنادي الاهلي، خلاص كريمه باذن الله بيقترب من المشاركه في التمرينات. ممكن امتى؟ ممكن يشترك امتى كريم نيدفيد يا شريف؟ 3 أو 4 أيام بكتير قوي هتلاقيه موجود. والله طب كويس جدا باذن الله. خلاص كريم في المرحله النهائيه خالص من الاعداد البدني عشان يقدر يجاري لاعبي النادي الاهلي. رمضان صبحي ما شاء الله العضله تستجيب للتمرينات اللي بيعملها في الجيم او التدليك او الجلسات اللي بيعملها علشان خاطر تعمل ريفرش للعضله. خلاص يعني القصه برده بتقترب اكتر واكتر، يمكن الدنيا الامور بتسير وفقا للبرنامج اللي حاطه الدكتور خالد محمود بشكل طبيعي جدا. فباذن الله يكون القادم كله انتصارات للنادي الاهلي. الاصابات يعني الاصابات خارجه عن اي اراده اي حد، لان فعلا انتحار كل 3 أيام مباراه، انتحار ما معنى الكلمه يعني. فبالناش اتحاد الكوره رفقا بلاعبي الانديه كلها علشان خاطر مش النادي الاهلي ولا عشان اي نادي في مصر، عشان خاطر منتخبنا المصري الاول والاولمبي، علشان خاطر يحصدوا كل البطولات الفتره. هو الاهلي يا شريف، الاهلي حذر من كده يعني في فترات سابقه يعني، ومحدش سمع الكلام للاسف يعني. والله لو يسمعوا كلام النادي الاهلي هيرتاحوا، للاسف محدش يسمع. مش عشان هو النادي الاهلي على فكره، بس عشان الناس تفهمنا صح، مش عشان هو النادي الاهلي، عشان هو بيتكلم في الصح. الناس بتتكلم في تكافؤ فرص، بتتكلم في الضغط، المباريات هيبقى كتير على كل الفرق، هيتاثر المنتخب الوطني، كلها تحذيرات يعني. الناس مش شايفه لقدام شويه، ممكن البعض ما يكونش بيبص لقدام قوي يعني. طبعا عادي، النادي الاهلي على طول بينظر لقدام، بيبص لقدام فتره كبيره، مش بيبص تحت رجليه. فعشان كده الاهلي بيحذر، وعلشان كده بيطلع كلام النادي في الاهلي، الاهلي في الاخر هو كلامه اللي صح. يا رب باذن الله الفتره الجايه تكون كلها يعني استجابات، وكلها رفقا بلاعبي الدوري المصري، عشان خاطر منتخباتنا القوميه تقدر تستفيد بهؤلاء اللاعبين الجيدين واللاعبين السوبر علشان منتخباتنا. وباذن الله القادم كله يكون انتصارات في النادي الاهلي، بدايه من مباراه المقاصه اللي هتكون بكره باذن الله في 7:30 مساء. بمناسبه كهربا، عشان كان قدامنا على الشاشه دلوقتي يا شريف، كهربا ممكن يكون موجود في القائمه تحسبا لانتهاء الاجراءات الخاصه بقيده مبكرا قبل المباراه، ولا صعب ان يكون موجود في القائمه بكره؟ بالامير خليني اقول لك، يمكن يعني موقف قرار بالتحديد، يمكن القيد هيفتح صباحا. يمكن النادي الاهلي اللي انا اعلمه يعني بيحجز على السيستم هنا في مصر مكان لكهرباء في قائمته، بيبدا على السيستم الدولي بيطلب البطاقه الدوليه الكهرباء. يمكن الاتحاد البرتغالي ممكن يبعتها بكره، ممكن يبعتها بعد بكره، هيبقى منتظر الرياكشن بتاع الاتحاد البرتغالي. لو بعتها بكره، لو فايلر خده النهارده في قائمه المباراه وجات البطاقه الدوليه بكره الصبح، ممكن بكهرباء يشارك. ولكن يعني توقعي الشخصي ومش رسمي، ولسه ما نعرفش اي حاجه، ولسه ما نعرفش القايمه، ولسه ما نعرفش هو موجود في القايمه ولا مش موجود في القايمه. من الصعب وجود كهربا في مباراه بكره، ولكن باذن الله في المباراه القادمه اللي هتكون مباراه مصر على ما اظن يوم 5 قبل السفر الى زيمبابوي، باذن الله يكون كهربا متواجد مع لاعبي النادي الاهلي ويتالق مع لاعبي النادي الاهلي ويحصدوا جميع البطولات الفتره المقبله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا. زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي، ولنا اخبار كتير جدا في الحياه بتتعلق بالفريق النهارده.